شامل حتى من المتحدة، ونحن سوف نتحرك نستكمل هذا. هذه الدورة الثالثة. مجلس حقوق الإنسان منذ 2006 اتبنى بما يسمى آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي يلزم الدول الأطراف الأمم المتحدة البالغة 193 دولة أن تستعرض واقع حقوق الإنسان في هذه الدول. تقوم الدولة كل 4 سنوات ونصف بإرسال التقرير إلى مجلس حقوق الإنسان، وفي نفس الوقت تقوم المنظمات الغير حكومية المعنية بحقوق الإنسان بكتابة التقرير الموازي لتقرير الحكومة. اليوم كتحالف إنسان ومبادرة من منظمات المجتمع المدني وبالتعاون مع منظمة فريدريش الدولية، نسعى خلال السنة القادمة إلى كتابة التقرير لاستعراض الدور الشامل مع زملائنا من محافظات العراق، والذي سيتم استعراضهم من خلال زميلاتنا وزملائنا. المعهد العراقي من محافظة بغداد، رابطة التضامن العراقية للشباب من محافظة الأنبار، ومنظمة المرأة الديمقراطية من محافظة واسط. طبعا هذه احنا المنظمات بتنوعها، راح تتطرق الى مواضيع عده. راح تتفضل سيس سكينه تتطرق الى المواضيع اللي راح يتبناها تحالف انسان في كتابه التقرير القادم. السلام عليكم. المواضيع الاساسيه للتقرير الدوري الشامل هي سياده القانون اللي تهتم بالسجون والتعذيب والقضاء عليها، وايضا ما لها علاقه بالقضاء، التشريعات والتركيز على القوانين المتعلقة بالحقوق الأساسية، بالإضافة إلى السياسات العامة للحكومة ومدى تطابقها للمعايير الدولية، وأيضاً الحقوق الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية، وأوضاع الأقليات في ظل النزاعات بعد النزاع، أوضاع الأقليات والحقوق المدنية والسياسية، الحقوق المدنية والسياسية للأقليات، الإعلام والصحافة والنشر والتحديات والانتهاكات، أوضاع النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة، الخطط الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأيضاً أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في داخل العراق، بالإضافة إلى دور المنظمات في بناء السلام وإدارة النزاعات وحماية المرأة خاصة النساء، حماية الأسرة عذراً خاصة بما يخص الأطفال والنساء. الهدف من تشكيلنا كان هو العمل لمدة سنة لكتابة التقرير، التقرير المساهمة في التقرير الدوري الشامل اللي هو المنفذ العراق بتقديمه كل 4 سنوات ونص، والمنظمات تعلم حسب علم حضرتكم أنه تقوم بكتابة تقرير الظل، فنحن نحاول أن نساهم في مراقبة رصد ومراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكتابة التقرير. احنا منظمات 12 منظمة رئيسية في هذا أساسية في هذا التحالف، وهنالك منظمات أخرى سوف تنضم تكون دائمة وساندة لعملنا، لأنه ب 12 منظمة لا نستطيع العمل في جميع مناطق العراق. منظمات غير الحكومية ولجنة حقوق الإنسان البرلمانية. الأنشطة أولا ورشة عمان الأساسية 12 منظمة. تحالف إنسان هو أعلن انطلاقه اليوم، الغرض منه هو كتابة التقرير الموازي لليو بي آر اللي راح تقدم الحكومة العراقية في 2019. تعرف أكو التزامات على العراق، 174 توصية للعراق وافق عليها، المفروض انه خلال هذه الايام يصدر تقرير العراق اللي راح يناقش في 2019. مهمتنا احنا كمنظمات مجتمع مدني والمنظمات اللي انطوت ويانا معانا كتابه التقرير الموازي اللي يخص في مجال حقوق الانسان. مثل ما تعرفون اليوم المنظمات اللي موجوده في كتابه التقرير والرصد هي منظمات رصينه مهنيه لا تستهدف جهه. اداء الادعاء العام في متابعه الانتهاكات، وكذلك عدم الاستجابه الفوري والمحاكم وغيرها تعاني الكثير من الاهمال وعدم عملنا مساعدة وتعزيز دور الدولة في حماية ملف حقوق الإنسان، وتقرير الظل أو التقرير الموازي الذي سيكون في الاستعراض الدوري الشامل يوبي في عام 2019 هو تقرير راح
يركز على الملفات بصورة واقعية وحقيقية، عكس التقرير اللي راح يكون من الحكومة أكيد فيه مبالغات، أكيد فيه ردم لفجوات بطريقة غير حقيقية، أكيد فيه نوع من التضليل وفيه نوع من المبالغة والغلو في ما قد تحققه وحققته الحكومة العراقية في ملف حقوق الإنسان. تقريرنا ليس عدائيا ضد الحكومة، وإنما يكون مكملا للإخفاقات أو مكملا لكل ما قالت الحكومة أنها نفذت وهي لم تنفذ. أنا فارس يوسف ججو، ممثل منظمة شلوم والتوثيق والرصد لجرائم داعش التي حصلت بحق المسيحيين من الكلدان، آشوريين، سريان، الأرمن، خاصة للفترة من 2014 أثناء احتلال داعش لمدينة الموصل وسهل نينوى وإلى اليوم، وأيضاً رصد ما قبلها من انتهاكات اللي حصلت بحق هذه بحق أبناء شعبنا من هذه الأقليات والقوميات. طبعاً منظمة شلوم ومنظمة حديثة تأسست بعد ما داعش احتل موصل وسهل نينوى، فمباشرة كان رد الفعل بتشكيل هذه المنظمة، بتأسيسها لرصد حالات الانتهاكات.